السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك على الجميع. النهاردة رسالة رقم 3 من معلومة وفزورة. معلومة وفزورة عندنا في شهر رمضان الكريم، 30 معلومة و30 فزورة، كل يوم في معلومة وكل يوم في فزورة. اللي هيعمل اشتراك للقناة هيدوس على سبسكرايب وهيشترك في القناة، معنى كده إن هو اشترك في المسابقة ويبتدي يحل كل يوم مع كل معلومة هتنزل وكل فزورة هتنزل، يحل الفزورة إن شاء الله في الكومنتات اللي تحت الفيديو اللي أنتم شايفينها تحت دي، ويحل الفزورة اللي هنقولها في آخر كل حلقة. المعلومة النهاردة إن في ناس كتير قوي بتشتكي إن هم رغم إن هم بيعملوا دايت ورغم إن هم ملتزمين على حد كلامهم إن هم وزنهم بيزيد، وخصوصا الأيام دي. وتسأله طب أنت عندك مشكلة؟ يقولك ما عنديش مشكلة صحية. طب بتاخد أدوية؟ ما عندوش أي حاجة. تبتدي تسأله طب النظام الغذائي أنت ماشي مظبوط عليه؟ قريته وكل تمام. تراجع معاه، ويمكن في الصيام بتلاقي ان احنا مثلا عندنا وجبة الفطار والسحور والوقت قليل، فيعني الاكل اللي انت بتاكله معروف مش يوم كامل، وبالتالي بيقول لك الفطار يسمع لك الفطار مظبوط، السحور مظبوط، تقول له ده انت بيرفكت، انت يعني كله تمام. طب بتاكل خضار بين الوجبات زي الفل. طب بتشرب عصاير مثلا فيها سكر او حاجة ومش واخد بالك؟ او لا يا باشمهندس انا كله تمام، كله متظبط. طب بالنسبة لو في عندك ثمرة فاكهة، ساعتها بيسكت كده وتلاقيه سرح وبص في السقف ويقول لك لا أنا ماشي تمام يا باشمهندس. طب ماشي، يعني ثمرة الفاكهة بتاخدها عبارة عن إيه؟ يعني مثلا تفاحة مثلا، يعني إحنا كاتبين مثلا تفاحة، نص موزة، خوخاية، كلام ده. يقول لك أنا باكل بطيخ، أصل هو بقى موسم البطيخ الصراحة وأنا باكل بطيخ، ويسيبها لك عايمة، يعني سيبها لك عايمة اللي هو إيه، أنا باكل بطيخ وسيبها لك عايمة، وتلاقيه راح مداري وشه وهو بيقول بطيخ. طب انت متفهمش هو بيضحك عليك ولا بيقول ايه؟ ساعتها بتبتدي تستفسر منه اكتر، كمية البطيخ قد ايه؟ يقول لك حضرتك مش قلت لي ثمرة؟ انت ساعتها بتتصدم، يعني ايه ثمرة؟ يعني البطيخ ثمرة، ثمرة يعني حضرتك يعني مثلا حضرتك بتاكل بطيخة؟ يعني حضرتك انت يعني عندك مثلا ثمرة فاكهة بين الفطار والسحور، بتاكل مثلا في المرة الواحدة بطيخة؟ 5 كيلو ولا 10 كيلو؟ يقول لك لا انا برضو عندي وجهة نظر، اصل انا مش هوسع معدتي عشان خاطر بطيخة، ما اصل انا لو اكلت البطيخة دي كده نزلت في المعدة كده هتوسع معدتي، فلازم بقى بقسمها بقى. يعني ايه بتقسمها؟ يعني من السحور، من الفطار لغاية السحور بفضل اكل فيها. ما حضرتك يعني معلش، وابتدي بقى يقنعك بقى، حضرتك مش اسمه ووتر ميلون؟ يعني مثلا ايه زي مثلا ايه جورج والصوف، يعني مثلا ايه ده جورج وده والصوف، يعني محسسك ان البطيخ ووتر ميلون، يعني مثلا البطيخ اسمها ووتر وابوها اسمه ميلون مثلا، فده ووتر وحضرتك قلت اشرب ميه براحتك، وبالتالي انا كده مش غلطان، وبعدين انا قريت ان البطيخ ده عباره عن ميه فعادي خالص. لا هو حضرتك لو كملت قرايه هيقولك ان البطيخ فيه نسبه كبيره جدا من الميه، لكن فيه كالوريز، فيه سعرات 30%، يعني ال100 جرام من البطيخ فيه 30 سعر حراري، ال 100 جرام من البطيخ فيه 30 سعر حراري. يعني حضرتك كده بالصلاة على النبي لما تجيب لك بطيخة 5 كيلو ماشي، يعني حضرتك بتاخد لك كده بالتقريب تقريبا حوالي 1500 سعر حراري، وبعد كده بتستغرب هو انا ما بخسش ليه؟ صحيح هو ما بخسش ليه؟ طبعا يعني لازم تقرا النظام كويس ولازم تشوف المتاح ليك من البطيخ قد ايه، علشان خاطر ما تقولش وما تسمعش كلام من بره ان البطيخ هو عبارة عن مية واكل مني براحتي واكل منه براحتي ومش مشكلة. الفزورة بتاعت النهاردة، لو انا عندي بطيخة وزنها 15 كيلو يا ترى فيها كام سعر حراري؟ اسعد الله اوقاتكم وكل عام وانتم بخير. ما تنساش تاني تعمل سبسكرايب للقناة او تشترك في القناة علشان خاطر يوصلك كل جديد ان شاء الله. مصطفى علي، السلام عليكم.